هي المقابلة دي مهمة يا أمير قطز. سيدي المنصور، معلش استحمل، لازم نعرف رسل التتار عاوزين ايه. رسل الخاقان هناك، قائد جيوش التتار وسيد المغول. ده لابسين الريش. فين ملك مصر؟ تقدر تكلمني أنا؟ بأي صفة؟ بصفتي حاكم مصر. ها؟ أنا السلطان، أنا الحاكم يا قدوس، يا محمود سيبوني يا محمود. ها، هات ما عندك. من ملك الملوك شرقا وغربا الخاقان الأعظم هولاكو إلى حاكم مصر قطز، سمعتم أننا فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقضينا على معظم العباد، وما لكم من سيوفنا خلاص؟ قلوبنا كالجبال، عددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع. ومن طلب حربنا ندم، ومن قصد أماننا سلم، والاستسلام أفضل لكم. في انتظار الرد. انت عارف ده معناه ايه؟ خدوهم اقتلوا رسل الاعداء وخلوهم عبرة. ايه؟ علقوهم على باب زويلة. سيبونا. هتدفع التمن غالي، كلكم هتدفعوا التمن غالي. الفترة الجاية ما ينفعش فيها طفل يحكم ويقرر امور الحرب. انا ما عزلتش السلطان المنصور طمعا في الحكم، لكن شؤون الحرب اكبر من ان الطفل يديرها وياخد فيها قرار. انا هحكم مصر لغاية ما ادي مهمتي قدام ربنا وقدامكم، ونواجه التتار، بعدها اختاروا اي حد يقعد على العرش ده. هتبايعوني وتقفوا معايا ونبقى ايد واحدة قصاد خطر التتار، ولا هتكونوا ضدي ونتآمر على بعض لغاية ما التتار يقتلونا كلنا واحد واحد؟ عاش السلطان محمود قطز. عاش السلطان محمود قطز. عاش السلطان محمود قطز سلطان البلاد. عاش السلطان